ننتقل بقى مع حضراتكم لحاجه تانية. فاحنا بنتكلم هنا ان الاهلي دايما بيكون حريص ان هو يعني دايما يتذكر ودايما يكون بيكرم كل نجومه، حتى النجوم اللي كانت موجوده عنده من سنين طويله جدا. الاهلي ما بينساش حد، عشان كده احنا هنروح دلوقتي لتاريخ الاهلي ونجومه. وزي النهارده بس عام 1962 كان ميلاد الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، اللي بدا مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، تم تصعيده للفريق الاول. ده كان موسم 82 و83، واستمر في صفوف الفريق الاول حتى اعتزاله بقى اللي كان موسم 98 و99. النجم اسامه عرابي لاعب لمنتخب مصر، شارك في نهائيات كاس العالم 1990 اللي كانت في ايطاليا، وكمان هو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولات، وساهم في فوز النادي الاهلي بنتكلم هنا 28 بطوله، 10 بطولات للدوري، 8 بطولات لكاس مصر، كاس الافرو اسيويه، بطوله لدوري الأبطال، 4 بطولات كمان إفريقية لأبطال الكؤوس، يعني كتير جدا، 4 بطولات عربية وغيره. خلينا نروح ونسمع كده رسائل الجمهور لأسامة عرابي في عيد ميلاده ونرجع نكمل. كابتن أسامة عرابي مثال الأخلاق في النادي الأهلي، وأنا تربيت على لعبه ولعب كابتن بيبو هنا في النادي، وكان بيمثل مصر. إحنا كلنا بنحب كابتن أسامة عرابي، بقول له كل سنة. أقول له تاريخ كبير في النادي الأهلي، ولعيب كبير وعامل أجيال كويسة وحلو ولعيب كويس، وإن شاء الله نتمنى له عمر مديد، وبإذن الله إن شاء الله نشوفه في أحسن وأحسن حال بإذن الله، وربنا يوفقه دايما يا رب إن شاء الله. أقول له كل سنة طيب وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد، وطبعا ده راجل جميل وحلو وعمل حاجات كتيرة في النادي، وكان عصب من أعصاب الفريق الذهبي بتاع النادي الاهلي. واقول له طبعا عيد ميلاد سعيد وربنا معاه وربنا يوفقه. اقول له كل سنه وانت طيب. سمع عرابي خير مثل لابناء النادي الاهلي في الوفاء والالتزام، ووحشنا لعيب بقيمه وقامه اسامه عرابي، وربنا يوفقه في حياته العمليه حيث ما يريد. اقول له كل سنه وانت طيب وعمر طويل ان شاء الله، وربنا يوفقك دايما. وانت طبعا عصرناك من ايام ما كنت لعيب، انسان اخلاقك مفيش عليها غبار، اخلاق عاليه، لعب جميل، من الشخصيات المحترمه يعني، وربنا يوفقه ان شاء الله وكل سنه وهو طيب. كابتن اسامه كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد عليك، وان شاء الله كده يكون احسن حال وصحه وعافيه، واتمنى لك كل خير وكل سنه وانت طيب. كابتن اسامه عرابي من الناس المقربه جدا ليا، الناس اللي انا بحبها قوي، ويعني بشكره على الفتره الجميله واللعب اللي لعبه، واقول له كل سنه وانت طيب وعمر مجيد وعمر طويل في السعاده والخير والصحه وكل حاجه طيبه ليه. كل سنه وهو طيب، ودايما من نجاح لنجاح كده، ودايما بيسعدنا بلعبه الحلو، فعلا هو كابتن كبير بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا كابتن اسامه عرابي اسم كبير وتاريخ طويل وعريض ومضيء مع النادي الاهلي، اللي حقق معاه كتير جدا من الانتصارات. كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه.